ضرب الصواريخ. غرفتنا تقريبا عندنا غرفه وحده، غرفه ومطبخ، غرفه ومطبخ راحت. شققوا، رحنا زياره على غرفتنا، نزلت علينا مي ما قدرنا نقعد فيها. جينا لهون الوضع كان سيء شوي يعني، جينا وجابوا لنا خيام كويسه ومناسبه وسفنجات واللحف واحرامات ومخدات وعوازل مشان المطر فرز عن المخيم يعني مشان ايه، والتواليتات. تضرب فينا الشمس، ولادي الاثنين مرضوا، وابني هاد معاه التهاب الحنجره، قاموا جابوا لنا هذوك الخيام كثير كويسات. ابني يعني هلا صارت حاله طبيعيه كثير كويسه، جابوا لنا امبارح طراحات، جابوا لنا مخدات، جابوا لنا بطانيات حرامات. بعثة الإغاثة الإسلامية قامت بتزويد ما يقرب من 200 عائلة في مخيم الكرامة بالخيام ومئات البطانيات والفرشات والمخدات اللازمة لأهل المخيم من النازحين الذين نزحوا إلى هذا المخيم من ريف إدلب وريف حماة بعد اشتداد المعارك في تلك المناطق. كذلك زودت المخيم بمجموعة من كونتينرات عبارة عن دورات مياه ووحدات صحية للمتنقلة للمخيم. ما زال المخيم بحاجة كبيرة للعديد من المساعدات مثل الغذاء وعدد آخر من الخيام، حيث يزداد عدد اللاجئين في المخيم بشكل مستمر نتيجة ضراوة المعارك في الأرياف المحيطة في هذه المنطقة الحدودية.